شو رأيك بمطلق يقول حق خطيبته؟ مطلق يعني متزوج قبل، مطلق والحين خطب ثانية، ويقولها ان انا ترى يعني في وقت الخطوبة انا ترى بعرس عليك، باخذ الثانية او الثالثة، شو رأيك؟ عساس انه يعني سوالف او بدون سوالف، شو هالشي العجيب؟ يعني مثلنا نحن النساء لما نشتري شنطة، اللي وايد تحب الأمور هذه، الشنطة تشتريها بعدها توها دافعة ثمنها توها، وعينها عند الكاشير على الثانية اللي هناك، وتقول حق خطة إن شاء الله بعد هذه باخذ هذه. زين أنتي استانسي وياها أول، بعد ما لبستيها بعدها ما طلعت من المحل، يعني أنا مو فاهمة. هو يعني لا طبعا هاي مو بغشمرة أبدا، ولا 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 ضحك ولا سوالف، ولا تتفسر بأي تفسير من التفسيرات. استانس، أنت مو بكافي إنك مطلق، يعني أنت مطلق وخذ وحدة وعينك على الثالثة، لا أوفر يعني ما له تفسير. الله المستعان. بس طبعا مو بالكل هاي الحالة، بس